أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أنهى الجيش اللبناني الكشف على 8 جثث وقام بنقلها إلى الداخل اللبناني. وكان مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد أعلن أن السلطات شبه متأكدة من قتل العسكريين المخطوفين لدى داعش، مشيرا إلى أن الأمن العام ينتظر نتائج فحص الحمض النووي لتأكد نهائيا من هوية الرفات 8. بدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوما جديدا تهدف من خلاله تحقيق تقدم في الرقة على حساب تنظيم داعش الذي بات يحتل نحو 39% من مساحة المدينة بعد أن كانت معقله الرئيسي في سوريا. وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق تقدم جنوب حي نزلة شحادة وسيطرت على القسم الجنوبي من حي المرور وسط المدينة. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مطور غازات سامة وصانع صواريخ لصالح تنظيم داعش. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى إن المدان الذي كان يعمل مهندسا اعترف بقيامه بتطوير وصناعة الغازات السامة لصالح تنظيم داعش فضلا عن تصنيع الصواريخ والأسلحة. كشف تقرير أممي حديث عن انخفاض أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا في النصف الأول من هذا العام، مشيرا إلى استمرار اعتماد العديد منهم على المهربين لنقلهم. التقرير يظهر انخفاضا بنسبة 94% في عدد الأشخاص الذين يستخدمون الطريق البحري من تركيا إلى اليونان. قتل 13 شخصا بينهم جنود ومدنيون وأصيب 18 آخرون في انفجار سيارة ملغومة بإقليم هلمند في جنوب أفغانستان. ووقع الهجوم في سوق وسط الإقليم الذي شهد قتالا ضاريا في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تقاتل القوات الحكومية إرهابي جماعة طالبان من أجل السيطرة على المنطقة. يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تكساس غدا لتفقد الأضرار والفيضانات الناجمة عن الإعصار هارفي الذي ضرب الولاية أواخر الأسبوع الماضي. وكان ترامب أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ الطبيعية بطلب من حاكم تكساس. في خطوة فريدة من نوعها أقيمت مسابقة مصارعة الروبوت على هامش مؤتمر الروبوت العالمي في بكين، حيث جلب أصحاب الروبوتات أجهزتهم الخاصة للاستمتاع بمشاهدتها وهي تتصارع وتحاول الفوز باللقب. وشارك في المسابقة 330 فريقا من أنحاء الصين في إطار المؤتمر العالمي للروبوت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.